بسيط زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بلاغي الصايع والضايع والجنتلمان كله صيان قابلنا كل نمط جنس الانسان واتعاملنا فتبنى جوه الدماغ بوصلة وميزان في جزء الثانية بنعرف نقيس مين جدع ومين جبان ومين بقلب متوسد ومين قلبه بينبض حنان ومين تشوفه تقول ده هادي ولو نكشته تشوف جنان ومين غلبان ومين شيطان وجن وقرد وبهلوان حتى الشقاوة عن ناصية كان ليها أصول الخناق راجل لراجل مش راجل قصاد أسطول كانت وسمة عار كبيرة إنك تضرب واحد من الظهر حصل هيحصلك عار. هننهي حلقتنا بشخصيه كلنا بنحبها ووحشتنا جدا وهو الفنان احمد مكي اللي قابلناه وحكى لنا تفاصيل حصريه عن فيديو كليب اغنيته الجديده مصيد زمان. توصيل الرساله ما كانش هدف مكي الاساسي من الاغنيه لكنه كان اعاده لتقاليد عاشها بنفسه وتربى عليها. اللي مالوش ماضي مالوش حاضر دي الفكره فدايما تلاقيني بصور البيت ورايا حاجة أثري عاملة للفكرة. قابلنا كل نمط جنس الإنسان واتعاملنا فتبنى جوه الدماغ بوصلة وميزان. مكي ربط بين أنواع مختلفة من الموسيقى واهتمامه بالتفاصيل ما كانش بس في الفيديو كليب اللي حقق ملايين المشاهدات لكن كمان في الأصوات اللي شاركته في الأغنية. صوتها فيه معاناة إيه بتقول كان يا مكان فاكرين ولا نقول زمان بتنده وأنا أحكي فبقت زي بقت عاملة فورم شعبي وهي جاز وبلوز. وقفة الناصية اتعلمنا فيها كتير لغات جاز بلوز شعبي فالميكس ده صعب يعني التراكات اللي كانت ساعة المكساج فعلا كنا معدين حاجة وستين تراك مش بس ربطه للموسيقى اللي نجح فيه لكنه كمان مرتبط بذكرياته القديمة وأصدقائه من نشأته. يعني اللي جنبي في الميكروباص دول اللي عارفها من إعدادي ومن ثانوي الرجالة اللي كانت قاعدة معايا في قاعدة الحمام الستين العواجيز اللي كانوا بيعملوا السبينر بإيديهم كنا عزوة للحبة الناس وقفتنا تحبها. كان دايما حتى ما يحصل مشكلة لك راجل لراجل ونتقابل مش عارف بيحصل كده فيش 16 واحد على واحد دي ما شفتهاش ده قمة الجبن والسفالة. ما كانش العادي من القوي بيكسر الأضعف من ده حس الكل كان مؤمن إن القوي في الأقوى منه. كمان حكينا عن سر تواجد مصفف الشعر الخاص بيه معاه في كل أوقات التصوير واللي كان علامة استفهام للجمهور. لما بحلق شعري ودقني بتطلع بعد 3 ساعات معرفش اسمها الغدة الدقنية ولا اسمها ايه دي أنا مش فاهم فطول الوقت لازم ده ايه 3-4 شطات ويجي يعمل نفس الشكل تاني. وقت مصيد زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بلاغي الصايع والضايع والجنتلمان كله صيان لغة خاصة بيتكلم بيها مع أصحابه القدام وباللغة دي أطلق اسم الأكاونت الخاص بيه على فيسبوك. نقف نتكلم بالساعتين لو حد جاي غريب علينا ما فهمش احنا بنقول ايه فقلت طيب ما أنا أشوف الاسم ايه بالصوغة الليمون كان سكي ملوني بعد ما عملت ده طلع 100 سكي ملوني برضه حرامية ولاد 60 السغلمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات لو في غريب ما بيننا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات ساسب حواجب سيبها يتنيل زاجة حالات. مكي اهتماماته الفنية الفترة اللي جاية هتكون بالألبوم فقط مش ناوي أقدم غير ألبوم قوي إن شاء الله مواضيعه كلها من جوه القلب جدا أنا حاسسها على وضعك يا عم مكي.